شركة سودتا ما نعانيه وكنا نعانيه قبل، يعني الإخوان ديالكم كانوا يعانوا، يعني كانوا يشتغلون في ظروف يعني صعبة جدا. من بعد ما يعني أسسنا كتبنا كادو، الباترون غاضه الأمر فحاول في المرة الأولى أن يسرح ستة إخوان مدير بارك ستة ديال الإخوان، إلا أن تكتل ديال الاخوان والوحده ديالهم باءت الخطوه الاولى بالفشل، فتراجع الامر. استمرنا في الضغط عليه باشكال نضاليه، استجاب لانه جلس معنا المفتشيه ديال الشغل خمسه ديال اللقاءات في ملف طلبي صيغناه. كانت هناك تنازلات ديال الاخوان في بعض المواقع، حنا تنازلنا على اساس انه الامور تمشي للامام. فاستسنينا المحضر، من بعد ما تسنى المحضر اليوم الاثنين الماضي نتفاجأ بانه كيطرد لنا 4 ديال الاخوه، لا لشيء انه يقول لك هاد الناس هادو ما يخدموش عندي، انا ما بغيتهمش يخدموا وهذا قرينو. فاحنا كان كتبنا قاضي، اعتبرنا هذا الامر هذا انتقام لنا، لاننا نمارس حقنا الدستوري والحق الحريه العمل النقابي. فالاخوان تضامنوا مع الاخوان ديالهم كامل ودخلوا في اعتصام واضراب على العمل. فالمدير ديال الشركه مشى جاب لنا ناس عمال
جدد بغى يخدمهم. فلا لا 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 وقبل انه واجهني بالتهديد اليوم الاول قال لي انت يا راه انت وجنا راه غادي بين كلابيجي غادي نجي لكلابيجي يعني كانت هدف مسبق. في اليوم الثاني ديال اللي جاو ذاك المستخدمين احنا كنا في اعتصام غادي ياتي لينا بالشرطه القضائيه هنا كنتفاجئوا حنا كمستخدمين حنا هذه المده ديال ثلاثه اشهر السلطه يعني راه كبارها وعارفين الوضعيه ديال الاخوان يعني ما تحركوش انه يدق على هذا السيد هذا مش انه يلتزم بالقانون ولكن منين جاء انه هو رفع شكايه فكانت الاستجابه فوريه فاستدعونا لافيجي يعني كان هناك نوع من الترهيب صراحه. عادل اعادي الحريه ونرفع شارة الانتصار للعمة التحية للعمة التحية للعمة التحية ونرفع شارة الزيرو ونرفع شارة الزيرو ونرفع شارة الزيرو الشركة هدية صوتة هدية صوتة هدية صوتة هدية علاش الجينا وحد الجينا تشبث العمال بمجلسهم المطلبي ووحدتهم ووحدة صفهم ونجاح إضرابهم الذي بلغ 100% طيلة الأسبوع وهذه سابقة وتحية نضالية عالية لهؤلاء الأسود الأشاوي. هذ العمال هادو خذوا واحد المعركة قبل ما يخرجوا الشارع خذوا معركة نضالية من داخل مندوبية التشغيل والتكوين المهني بالتحليل والنظر حوارات ماراثونية طيلة 6 أو 7 جلسات مع مسؤولي هذه الشركة لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بتنفيذ القانون يطالبون باحترام مدونة الشغل يطالبون بتعويضات CNSS صندوق الضمان الاجتماعي. المشغل سيء الذكر طيلة سنوات فقط بعض العمال 20 سنة كان 12 سنة كان 14 سنة ما خلصلوش المشغل ديالو الضمان الاجتماعي. لم تتحرك السلطة ولكن تحركت حينما قام العمال بنصب واحد الباش باش يحتميهم الشمس. جا المخازني جا المقدم جا الشيخ جا القايد على الباش
وما جاش على 12 عام ديال الحقوق المحظوره. نحن مواطنين ولا حقوق لا قوانين. ونحن مواطنين ولا حقوق لا قوانين. وبعد جلسات من الحوار الطويلة وبروح مسؤولية كبيرة من هذه العمال وقعوا على واحد المحضر ديال الاتفاق مع مسؤولي الشركة، ولكن بعد سويعات قليلة نتفاجأ بانقلاب هذا المسؤول، بحال شي واحد مشى عنده عمر له الراس وجرى على 4 ديال العمال وتابع 4 ديال العمال الآخرين بتهم ملفقة هدفها زعزعة الوحدة والصف والاتحاد ديال هذا المكتب النقابي الذين بقوا صامدين رغم هذه التهديدات. وحنا كنقولوا هاد المسؤولين سواء الذين يشرفون على هذا الشكل النضالي او الذين يشرفون من مكاتبهم ان الاتحاد المغربي للشغل باقليم النظر لن يتخلى عن هذا الملف، فقد سبق له ان تبنى ملفات قابلة من في السلطة وانتصر فيها وسينتصر في هذا الملف كما انتصر في الملفات السابقة. صامدون صامدون في اتحاد منادينا.